مساء الخير. الأكاديمية ما بتنام لأن الطلاب كلهم حيوية ونشاط، ودايماً بيفاجئونا بأخبار وتعليقات ونشاطات كتيرة. كرمل هيك كل ليلة حلقة من يوميات ستار أكاديمي لتعرفوا آخر أخبار الطلاب. الليلة ثلاث صبايا بدائرة الخطر، فما تنسوا تدعموا المشتركة المفضلة عندكم بين حنان، دينا وشانتال لترجعوها على الأكاديمية. بداية حلقة الليلة مع سفر رياضة مع مارسيلينو. شتي وشتي وقعانة برا. ايه بلش كريسمس، انا بتشتاقوا لي نهار ليفالو هيك. ما تلجت بعد؟ ما بعرف هلا تبلش. ايه ها، وين الباقيين؟ نزلين. اليوم ما فينا نتعب كثير لانه كل الاسبوع ما تعبنا. ايه فجاه بتتعب. فجاه بنتعب بنكمل كل الاسبوع هيك. هاي كيفك؟ كيفك؟ الله يسلمك. شو رادي لليوم؟ حنان مزعوج كتير من النومينيشن، فكان الاتصال بأهلها الطريقة الوحيدة لتعبر عن حزنها. فهمتيها حبيبة ديالي؟ ايوا صافي فهمتي، وما تقوليش انا نوميني وخدمي خدمي خدمي، بغيت الوقت. اخبارك والله كنحس كو حتى واحد ما كيبغيني. حبيبة ديالي اللي يكون عندك خاوي دخلي ديري دخلي لا شومبر وجبدي الاغاني وحدي اغاني مغربية ودربي، فهمتي عندك واحد الفرصة زوينة مشيتي باش تعلمي داكوغ، وراه عندك الجمهور ديالك كبير 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 حنان. انت دابا الجمهور ديالك كبير، عندك مسؤوليه اكثر من كل شيء اللي تما، فهمتيني؟ حيت انت راه عندك اكبر قاعده جماهيريه، هذه خصك تعرفيها. خفت غير نطلع نوميني يا فاتي صراحه. واخا تطلعي نوميني غادي نرجع. لا فاتي لا لا لا، لا ما نقدرش نصور راسي نوميني مره ثالثه. ما تقوليش هكا، ما تعرفي شنو وقع حيت درتي احسن خلاف الناس في البرايم هي انتيا. قالت لي باباكي، قلت لها انا ما اتكلمتش مع بابا، ما اتكلمتش مع ماما عشان كنت خايفه، عشان خايفه. قالت لي لا يا حبيبتي ما تخافيش. قالت لي انت مش قادره تتصوري باباكي فرحان بيك ازاي. قالت لي كل ما بتغني بتتصل بيا وتقولي شايفه حنان اتحسنت، شايفه حنان حبيبي حبيبي. انت بتعيطي ليه؟ بتخليه كده يعيط، خليه يعيط وهو شايفك يعني. قالت لي ايفان ما عملتيش كويس، بتجيب لي وش. قالت لي خالص؟ قالت لي تهيئي لأي حاجة. قالت لي في البرايم انت أحسن واحدة غنيتي فيهم، بس تهيئي في الايفال. قلنا لي كلنا انت غنيتي في البرايم حلو قوي، بس تهيئي. وعلى فكرة والله العظيم غنيتي في الايفال حلو، أقسم بالله أنا أول مرة أسمع صوتك مفتوح الفتحة دي بجد. غنيتي في البرايم وفي الايفال حلو جدا، أنا بصراحة أول مرة أشوفك بتغني حلو جدا فعلا. احسن مره غنيتي فيها في البرايم وفي الاداء بصراحه، انا شايفه ده. حاسبه الكوبايه دي تقع. لا
هتهيأ يعني لك اي حد. انا متاكده ان إيه حنان انت غنيتي حلو جدا يا حنان. بس انا نومينيه للاسف يعني. وانا نومينيه عادي. لازم اتهيأ بقى قبل. بريك اول بحلقه الليله وبنرجع نحن وياكم مشاهدينا، خليكم معنا. منتابع يوميات ستار أكاديمي يلي فيها صداقات وخناقات كمان، وهالمرة المشكل بين رافائيل ونسيم وحنان. حنان معود طب قالوا امبارح انه ايهاب بنمثل المغرب الوحيد. اف شو ردك؟ يحكوا عن اللي بدهم يحكوا يشكوا. لا مش عندي سوري يشكوا ما بخاف بعمل انا اللي بحس. نسيم اوكي كوشكو بس انه مش معترفين فيك انت من البرنامج. انا ما بعرف نو واي انت من المغرب. ايه ما بعرف. طب ليش؟ شوف ليش؟ ليش؟ لا هن شو قالوا؟ لا ليك اول مرة فهمت انه ممثل، انه اوكي انه ممثل ذكر يعني، بس انه لا انه في اثنين من المغرب هون. الواد طلع نومينيت ثلاث مرات. لكن قفل وجه على الضحك. انا ما بس بكره العالم شوف هالعين، هالعين مش مثل هالعين. شوف عامل عيونك وعامل شفايفك بهذا، يتعاطفوا معك. بس هذا العالم حسدتك شو يعني؟ ليش شو بدك؟ ما عندك ثقة بحالك؟ لحظة أكثر مما أنت عندك ثقة بحالك. أوكي. ليك 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 حنان عندها مشكلة بتكب كلمة بتفل. بتكب كلمة بتفل. عن جد؟ أنا ساءت مبينة للعالم. أنا صراحة ما فهمتش. أنا ما حدا بيقول لي حط ليش؟ جايز ليش شالوا الساعة؟ ناخد معك شي حاجة أنس؟ ما حدا إجا ال ما بقى حدا يمزح بالأيدة، ما بقى حدا يمزح مع الله اللي خلقنا بالأيدة. سمعت نسيم؟ سمعت عن جد عم بحكي. سمعت خلص يلا قوم من هون. سمعت ما بقى حدا يمزح مع الأيدة خلص. انت وحنان وحدا ما بقى حدا يمزح معي بالعيد. لا انا حنان بحبها كثير بس انه على طول في حدود للمزح. انا شوفي شوفي خلص رف مزعجه. لا مزعجه كثير. شوفي شوفي لعب الايادة خلص خلص اوكي لعب الايادة. انا ما قلت شيء. نسيم قلي دزولي رفايل خلص. ايش في دزولي رفايل؟ ما كنت مفكر انك تزعل هيك من ايدي. ما كان بيعرف انه بيزعجك هالشيء. ما بقى تلعب معي هلا كمان انت كمان. خلص كنا عم نمزح. خلص حرام خلص ما كنت بعرف. شو انا كنت ما بعرف كمان بس عارف شو بس بدي اقول لك شيء. ولا ما كنا بنعرف بس عن جد خلص كيف؟ مش مستاهل هالقد يعني. انا كمان بس بليز ما تاخذني بس عملت له هيك بس مسكته من هون ومش بالعراق الوقت بضحك 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 بس خلص. ما كنت تقول لي من اول مره يا نسيم ما هتعمل بس ما تصرخ هيك اوكي. هيك عم بيعلى صوته علي بعد هيدا. لا عم بيمزح معك رافائيل. عم يعلى صوتي لانه علي صوتك علي يا رافائيل اوكي. ما تزيدها نسيم ما تزيدها اوكي. بس شوي رح يضحك. وحياه امي ما عم بمزح. وحيات دموع امي ما عم بمزح. طلع لبرا ما بدي اشوف رافائيل. يبقى خلص بكسركم وحيات امي بتعوجكم. انت مين عم تحكي؟ استنى شوي استنى شوي رافائيل. ليش ما قلت لي انا انا انت قلت لي شي مره وبعدين انا رجعت لعبت معك نفس باللعب لعب الاي دي. ما احكي معي. حنان حنان اذا بتزعلي مني من هالموضوع اذا بتزعلي مني من هالكلمه وهي بتحكي وهي رافائيل اذا بتزعلي مني من هالموضوع حنان والله العظيم وحياة أمي والعذر أنا من حياة الأكاديمي كلها مش واصلة معها لهالقد معصب. إذا بدك تزعلي مني هالموضوع اعتبري ما تخيلي شو حيصير. ما تخيلي شو حيصير. ما حيقلي أكثر من هيك. طيب شو حيصير يعني؟ اللي بده يصير يصير. شو يعني؟ إذا بدك تزعلي مني أنت زعل مثل ما بدك ونحن لا ما بدنا نحن نزعل. رحمة عمي بتعمل مدرجة كيف مجاريه شو رحمة عمي شوفي. ما قدرت كفاية حياته صراحة صراحة كثير خفت منه والله. أول مرة بخاف منه من درجة.
تحكت بابا كان فيه اصبر. ماله ماله جاب كومبري. لا فاش دخلنا للديمو انا ونسيم هلا بكسركم دعويسكم انت وياه. هيدا حكي بيقول والله ما هيك. انا طلعت ما حب الموضوع. اذا زعلت من هالموضوع ما بعرف شو رح يعمل. فينا هو حياه امي انت بغير دنيا. انت ما تقدرش معي. الصوت الصوت اللي طلع يعني اسكو رعد ولا هو سين باش نزح بالايدي مع حدا. معك حق معك حق. ركز معي ركز معي ركز معي ركز معي ركز معي. امبارح اكلت كوع من العباس قعدت سالت لك اربع ساعات مريض وعم تستفرغ مش عم تتعلم مش عم تتعلم. فيك شغله فيك شغله هتتيس الحمار انت مش عم تتعلم. نسيم بس عن جد بيزعج بيزعج اوفر اوفر تو ماتش اوفر اوفر. اجي اجي نسيم جبت بدي احكي معك شوي. شو معك قل حديد قل قل حديد قل شو بدنا ما طلبت مني ولا مره يعني ما صارت ولا مره اني مخيم فجرت من كذا شغله. اي انستند يو ما والله سوري روحي امي سوري ما بعرف بس بزعل على اللي بيزعل من خلص يا اصبر يلا ما بدك تتعشى؟ انت ضربت هالشي؟ كنت عارف منه ما كان رعد كنت عارف. معتز خلص شو بيك دخلك انت؟ عم بحكي انا معك خي شو خاصتي فيه ناوديك؟ رعد 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 شو تينتو؟ ليك هيدي ما بعرف بغير عالم خلص ما في يلا الله معك الله معك انت باي باي الف سلام. رافائيل ما بيقدر يترك حنان زعلانه ومثل العاده بيحاول يصلحها. رافائيل في لك شغله ما تحكي معي وصلت معي لاخرتها مش 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 كل شيء بتقوله انا بسكت عليه وسكتت ما حكيت انه عن جد اوقات عم تقول اشياء طيب أوكي. مش حلوه وعم تجرح. طيب هيك تعال صف الامور تعال ما رح تصفي الامور انا بدي اتخلص الأمور. اوكي بروح لحالي ما في شيء بتصفى اللي عم تعمله ما في ولا شيء. خليني احكي اوكي بدك ما بقى نحكي بقى صح خلص اوكي 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 بس صف الامور شو انا غلطت شو انت غلطتي وتا هيك وبس. ما في احكي معك هلا لانه عن جد وقت الانسان ما بيعطيك احترام وقت يحكيك هيك بلا شخصيه بيكون نازل من درج وبيقول لك بلا شخصيه وبيرمي لك اياها وبيروح وبيقعد بكل هدوء هون المشكله. طيب هاي مشكله وغير كمان شو وغيرها لما كنت قاعد هون يعني كل شيء ما شاء الله يعني بيبين هيدا سالتك سؤال ما قصدت شيء بتعرفي انت هالشيء ما في حدا بيفهمني هون لحتى احكي. اوكي اعتبر انا ما بفهمك اعتبري ماني فاهمينك انا اوكي بس شو اللي مضايقك؟ اعتبري انا زلمه مجرور ما بفهمي بس شو اللي مضايقك؟ شو مضايقني؟ شو اللي زعجك؟ ليه عم ما في شيء ولا ما في شيء طلع في شو مش ما في شيء احكيهم كلهم بس ما بقى تزعل عليهم شو هن حنان وقت الانسان يكون في شيء بكفي ما تزيد عليه رفيق لا هلا غير موضوع انا معك هون عم بقول لك تتحكي شو اللي مضايقك انا اوكي زلمه زعلتك وغلطت معك هيدا غير موضوع بس انت شو اللي مضايق غير ايه غلطت معي اوكي غلطت معك اوكي المفروض اصلا ما احكي معك اصلا يا اختي ما تحكي معي هلا من بعد فيلم من هو ما تحكي معي بقى. اوكي بس شو اللي مزعلك غير هيك غير انا نغنيه مزعلني انه
أنا مش قد أنا مش قد ما أفهم العالم بحبوك مش حمل بقى خلص رفايل عن جد أنا خلص تعبت تعبت؟ مش خلص تعبت مش ما حدا فيكم كلكم هيحس فيي أنا لو بحس في لك شغل أنا لو بحس فيك أنا لو بحس فيك ما بركض رديك بركض أنا رديك لو شو ما كان السبب بس شو لو شو ما كان السبب عن جد ما بركض برديك لو أنا ما بحس فيك ولو ما أنا بحب يكون حدك من لك مش كرمال شيء أنت اللي مضايق بس موضوع إنه من هلا حبيت شو عملت هلا يعني قبل شوي نسي أنا خل أنا ممحي أنا مش رفايل اللي عم بحكي معك هلا مش رفايل أنا ممحي هلا ممحي على وجه الأرض الكرة الأرضية خلص أنا انمحيت من الأكاديمي اوكي نعم بصير مصدر ازعاجك ما بدي هالشيء يصير بحب هيك حدا داريك من بعين اوكي مش هذا جيت انا لانه ما بدي بقى اشوفي هيك زعلانه او تعبانه او اذا انا قادر اذا انا قادر اقوى مني بكثير اذا انا قادر فيديك اذا انا بالعكس بالعكس بتقلي حكي ما بيفيدني ابدا ابدا ممكن خلص أبداً أوكي أوكي هنا عبدك يا نصر بعتذر بعتذر كثير كمان مرة رح نتوقف مشاهدينا مع بريك وبنرجع لأخبارنا. بعدكن عم بتتابعوا يوميات ستار اكاديمي حنان بدوره ما بتحب تخلي رفايل زعلان يا مالك يا عمر انت ولا عيب انك تكوني صديقي الله هيك هو شايفه قدامي يا الله احلى ارنبه في الدنيا ميرسي كل ما تقولي كلمه بشوف ما بين هيك لقصه بوشي هدي هدي شوف هذا خونا هدي يعرفها هي يعرف انا اللي درت هي شوف هذا خونا دغري يعرف تا تا شو بدك بدك تسمع انيس فور مي هي قالت لك تعطيني اعطيني كنا عم نعمل كنا عم نعمل بس ما تقول له قالت لي ما تقول له انه انا حبيبي عن جد؟ ما تزعل شو قالت لك عن جد شو قالت لك؟ قالت لي ما تقول له انه انا عملته حلوف والله قول والله العظيم والله العظيم حنان والله العظيم حنان والله العظيم حنان ايه شو قالت لك؟ قالت لي ما تقول له انه انا عملته لاني جو سوي ترو فاشي ترو فاشي دو موا؟ ليش والله فشل دم هل عملت لك برجر وقالت خوفه شديد تو باينه انه ما لي با ترو فشل دو تو لا بس انه ليه قالت رو فشل دم يعني ما فهمت جيرلز طب فيك تسمع مع الغنيه ولا بتروح لاقوا اكيد لا حجيب برجر تبعي واجي اكل معك دخيله دخيله جاي الدنيا ماشيه بدورها حطيت علي بتحب تبعك؟ عارف بلك انت عارف هو عارف مش انا هو عارف شو بلك هو عارف ما تقولش لي زعافك انت شو هو عارف يعني انا ما بقدرش اكذب ما بقدرش اقول له لا مش صح شو قصدك؟ هو عارف كلو قناه في جرب هيدا هون انا روح روح عاودوا لي عاودوا لي عاودوا لي انا في عاودوا لي كلو عيد تو ميري تخوفا جي دي تو ما بنفش اللي تخوفا جي دي تو لحظه بس خلص بس تبع انيس جيب لي عمود حبيبتي
المهم انه دائما الطلاب بيلاقوا طريقه للصلحه. توني البيع زار الطلاب لجلسه جديده من الغناء. الله 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 يا طلعت يا محلانا دو دو كدو طلعت يا محلانا اسمع شوي شمس الشموس يلا بنا املا ونحل لبن الجو مع برا طلعت يا الله على شازك بس ربوي بدي اقول شغله انه الصف كان كثير مهضوم yeah. نشكر صديقكم مع مع مروان مع... مروان كان معنا الاورجانيست محمد عباس يلا وصل 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 كمان مرة رح نتوقف مشاهدينا مع بريك ومنرجع لأخبارنا. دكتور كيروز وفريقه زاروا الطلاب وكان بانتظارهم جلسة ريلوكينج ترجع لهم شوية نشاط. أي مرة هيدا التالتة؟ إن شاء الله. تالتة سابتة؟ تالتة سابتة بضلك هون؟ تالتة سابتة. برا. ما جبتي شو رح تعملي دكتور اليوم؟ كنا بنعمل براشينج بس شو بدنا نعمل؟ بدك تقصي؟ إيي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 ي
طويل العمر ما في شيء للصبيان اليوم. ما في شيء. ما في شيء. ولا بقص حتى ولا بقص. مش معقول. واتساب ماني. واتساب لا ما فيش ولا مقص. لكم بتعرفوا الشباب جدعان ولا واحد منهم نمينا يخزر العين. اسم الله اسم الله. كمان انتم كلكم كمان عمل توب فايف. ايه كلنا توب فايف. يلا ساكن ساكن عقلي ساكن روح الروح هو حب ناسي واهلي بشوفه وانا روح بهديكي هادي يا شهد اليمين. ميرسي هادي ماشي ديكور. شفت لونه كيف صار؟ بس طبيعي أورانج لأنه فتحناه رجعنا حطينا فيولي رجعنا حطينا موف بقى لما هلا فرد مرة ما ريحته صبان بقى على الشامبوان بيظهر منه اللون ما في ولا شاب اليوم بدنا نشتغل على رواق ايه كل مرة بدو شوك
انا رح اروح على دمبلون خلص. هيك بتقولي انت؟ قال بنروح بتغني عندي بالصالون، بجي انا وياك بنقعد بنغني. مين قالك رح تروح؟ بركي ما رحت. خلص هيك بتقولي انت؟ انا الجمهور رح يصير قوي. دينا اول مره نوميني، ما خلص انا كتر خير من العالم اللي صوتوا له يعني بحبوني. المرة وينك متفتح شانطال؟ كثير 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 اللي بقين لك شعراتك كثير. كلهم قالوا لي، قالوا لي اوعى شي مره بحياتك ترد شعرك للاسفل، واوعى تبقى هالقد طويل. ايه اوعى. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. عامله ايه يا وليه؟ حامل ايه؟ نيروك مع فيكتور النهارده وبتاعها قدام الكاميرا. يلا عاد صوروني وانا حبيبي. اوكي، هذا شعرك الطبيعي الطبيعي الطبيعي، مش عامله حنه؟ لا خالص، ولا صبغه ولا شيء. انت هالقد اسود شعرك؟ اوكي يلا. نبي اخوي انا خليجيه شكلي كنت فيني في نور. ايه دكتور، ايه نور. هلا اشوف شو بدي اعمل فيها لدين. هلا بدنا نقص اول شيء. لا ما فيش قص، مش حقصك لحد هال طويل. نبي دكتور بتخليني اعمل لك غره؟ والله العظيم والله العظيم دي بصيت بابا امبارح ان انا ما قصش نقطه من شعري غير طبعا. طب طبعا فينا نعمل غره؟ اوكي بس ماشي ماشي. هون ردي والله نسيت. إذا اشتري إكستنشن ترتاح نفسيتي؟ دينا شو رأيك يعمل لك شعرك أصفر اليوم؟ لا يا عم مش هيتعمل أصفر، أنا شعري أسود. يلا دينا وقف اتحرك، بدنا نعمل لك لون جديد. حطلع نوميني واعمل لوك جديد. ومن أول ديسمبر لازم بعد الجملة الأخرانية تزبط. فيكتور والله شكلي حلوة. لا شيل الفصلة دي يا لهوي من المنظر. والله والله عاملة زي اللي طلع من المطبخ ضربة جوزي. ضربة جوزي. اسمي نافورة مية. هتقطعوا لي شعري كده؟ مش عارفة أنت هتسرحه إزاي. وده أوفر. ده هيتسرح إزاي؟ إيه ده؟ وشوف هو قطعه أصلاً. أنا سمعت صوت صوت شعري وهو بيتقطع. أنت سمعتها من نومينيشن شو كانت تقول؟ يا عمي طلعوا لي نومينيه يجي فيكتور يغير لي شعر. انا عمري بقول لك ده اوفر. دره بتقول حنان لا كده اوفر اوفر تو ماتش. النومينيه الثانيه قلت لها دينا، راحت قايله دينا قلت له محمد بقول له لا هعمل نيو لوك مع فيكتور. بتعرف شو بسموها؟ طب والنبي ممكن اروح اخد اصحابي واجي ونجري. اصلا لازم نعيط لشانطه. هي ايزي تعال تعال بتدور. شوف شوف وين رفايل؟ 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 وين كتير عليا. هات بوسه هات بوسه. بنروح انا بوش عبيد وشعرك انت يا كتير عليا. شعرك انت اللي عملوه ده شعرك انا مش شايف. انت راجل بيقول لي انت عامله كده قلت له لا تقوم يعمل فيا كده. ايه حبيبي هو ده شعرك ولا انت مركب؟
شفتي شهاب كان بيجري مني ازاي؟ Yeah, yeah, ready for the summer, girl, your hair look killer. See your body getting bigger, but your waist looks slimmer. And I hope I'm still with you when your hair get thinner. I ain't gotta work it out, I know I'm onto a winner. And I love it when I see you sing a song in the mirror. When you play your favorite records where there ain't no filler. Chicka chai, chicka chicka shy, DJ Dilla. Now I'm on the right track, went from a train to a limo. Now we on the right track. Yeah. Thank you, Victor. نعيمة إن شاء الله. Could have gotten sidetracked, now I'm back on my feet. If I hadn't achieved, would you pack up and leave? Now you're scratching on me like we're Adam and Eve. Ayete, Jamelik. In the back of the Jeep, ah. She like a hoop, she don't know the verse. She know I love her even if I never say the word. دندونة. شوفك الجمعة إن الله رد. يلا حلوين. ده أوفر أوفر حلو. أوفر too much. مرسي يا جو، مرسي يا موني، تعبتك معي، باي باي. هيدي كانت حلقة الليلة، ما تنسوا تدعموا السبايا الثلاثة وأنا بشوفكم بعد شوي ببرايم كتير مميز، باي باي.